أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية ثقتها في الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة ودعمها لمشروعات تنموية جديدة في مصر. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار سحر نصر مع نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب بودون بباريس. وبحث الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي والمجالات المنتظر التعاون فيها في الفترة المقبلة، كما اتفقا على شراكة استراتيجية جديدة بناء على احتياجات الشعب وأولويات برنامج الحكومة، حيث أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا.